الناسخة والأبعاد الناسخة. الأبعاد الناسخة وهي كان وأخواتها، وإن وأخواتها تسمى ماذا؟ الحروف الناسخة مثلاثية عفي عليكم. ماذا دخل الأبعاد الناسخة إذا دخلت على الجملة الاسمية؟ إذا دخلت على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى ماذا؟ خبرها. ممتازين عفي عليكم. الآن يا شباب، إن وأخوات العكس والنقيض، إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها. ممتازين عفي عليكم. وترفع الخبر ويسمى خبرها. عفي عليكم. ممتازين. الآن يا علي، تمام علي، هل تستطيع أن تشرح بإيجاز ما فهمت من درس كان وأخواتها وإن أخواتها أو الأفعال الناسخة والحروف الناسخة؟ بإيجاز اشرح بأسلوب بإيجاز. الأفعال الناسخة هي كان وأخواتها، وهي تدخل على الجملة الإسمية، فإذا دخلت على الجملة الإسمية تحصل على المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأما الحروف الناسخة فهي إن وأخواتها. ممتاز. هي كذلك